أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى كل من عليها فان، هل يشمل الملائكة؟ يشمل من كتب الله عليه الفناء، يشمل كل من كتب الله عليه الفناء فإنه يفنى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله، ولا يعلم من استثناه إلا الله جل وعلا، هذا في علم الله جل وعلا. نعم.